مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل الانطلاقات والتحديات على أرضية هذا الميدان، حيث ينطلق شوطنا الثالث، ثالث أشواط الجعداء، ثالث الأشواط مخصص لفئة الإبكار. الفطايم من المسافة هي 1500 مباشرة مع المركز الأول. سرابة تتقدم، محمد بن متعب بن سالم بالعامري الكتبي يقدم لنا أيضا الشاهينية من تأتي على المركز الأول. المركز الثاني صعايب، يقدم لنا صعايب مبارك بن محمد بن حميد بن لاحج، من يقدم لنا هذا الاسم المميز محمد بن مبارك بن لاحج. المركز الثالث تحركت القادمة، هي بشاير خليفة بن عبد الله بن محمد الخاطري، يقدم لنا بشاير. والقادم شعارك يا ابو نواس محمد بن سلطان ابو نواس الكتبي، ولكن الفوز حاير، الفوز حاير، ولكن البداية مع المركز الأول، حيث تتقدم الجميع وتأتي على المركز الأول صعايب محمد بن مبارك بن محمد بن حميد بن لاحج. الكتبي راح الكتبي راح، ولكن متعب غادم ليقدم لنا انطلاقة سرابة وتحديات سرابة، ولكن البداية معك يا بن لاحج، يا بن لاحج راح بالفوز، راح بالانتصار مع المركز الأول، مع الفوز والانتصار. سلامي عليك يا محمد يا بن مبارك يا بن محمد يا بن لاحج يا الكتبي، ياتي مع الفوز وسلام يا مليحة، صبح بالسلامات لأبناء مليحة مع الفوز والانتصار. إذا هذه تنتزع الفوز والانتصار، شعايب مهدي هذا الفوز والانتصار لمحمد بن مبارك بن لاحج. المركز الثاني لمحمد بن متعب الكتبي، المركز الثالث اللي وصلتنا على المركز الثالث عند عالج خط النهاية. تهانينا وناموس لمالك ومن قدم لنا صعايب محمد بن مبارك بن لاحج الكتبي. توقيته دقيقتين وأيضا 10 ثواني. تهانينا وناموس على هذا الفوز والانتصار، ولهذا أيضا لصعايب من انتزعت الفوز والانتصار. قادة الشوط من البداية حتى خط النهاية مهدية أبناء مليحة ومهدية محمد بن مبارك بن حميد بن لاحج الكتبي الفوز والانتصار، ومهدية ناموس من أرضية ميدان الهباب.